بجدد لكم مشاهدينا اكيد الصبحيه واولى فقراتنا. يمكن يزن اليوم بدنا نحكي عن موضوع تمكين المراه اليوم، يعني اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، ويمكن هي باكثر من مجال اليوم بالحياه، وخصوصي مع التطور التقني والرقم اللي نحن عم نعيشه بهالظروف. فعلا يعني عم تاخذ يعني دور مميز بكل شيء، ممكن صحيح. العقليه الخاصه اللي بتتمتعوا فيها، فهي العقليه فعلا بحاجه دائما لتطور ولتقدم لبرمجه ولبرمجه يعني موضوع مهم انه ينحكى فيه، مهم انه يتسلط الضوء عليه فعلا. تماما يزن، لهيك طبعا بهذه الفقره اليوم بدنا نخصص كيف قادرين نحن طبعا بمجتمعاتنا ربط السيدات، او نقول خلينا نقول بشكل عام النساء بالتكنولوجيا، يعني هيدا الربط كيف ممكن فعلا يفيد المراه ويمكنها اكثر بمجتمعها مع التطور التقني والرقمي اللي عم نعيشه، ومع ظروف الحياه ايضا اللي ممكن عم تعيشها المراه بمجتمعاتنا. لهيك تفاصيل كثيرة بدنا نحكيها اليوم مع الكاتبة والشاعرة نور نديم عمران. بنقول لك سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحكم سعيد. صباح الخير يزن. صباح الخير. صباح الخير نديم. سعد صباحك. يسعدنا صباحك. بالبداية هيك بداية نشاط عم نحكي فيه عن موضوع مهم طبعا، عم نحكي فيه عن موضوع بيخص كثير فئة كثير وشريحة كثير كبيرة من الناس. أكيد. هو اليوم شو أهمية، أو خلينا نشرح شو هو ربط النساء بالتكنولوجيا، شو علاقة هذا الموضوع ببعضه؟ طبعا بداية قبل ما نحكي ونخوض بهالموضوع خلينا نحكي شوي شو هي التكنولوجيا. التكنولوجيا إذا هلا حاولنا نبحث عن معناها في كتير تعدد بتعريف المصطلح. يمكن أبسط تعريفاته أنه هو علم الحرفة أو علم التقنية. ممكن نشوف أنه هو الإلمام بمعرفة استخدام الأساليب والتقنيات اللي بتخلينا نوصل لأهداف أو لتطوير الإنتاج. في كتير تعريف وتعدد بالمصطلح. هلا نحن بدنا احكي كلمه كثير يعني مهمه بالنسبه لي، انه انا هيدا الطرح شوي بختلف عليه مع احترامي للطرح بحد ذاته واللي عم يطرح. انا مو مع تجنيس اي شيء. لما بنقول مثل ما بنقول تجنيس الادب، ادب نسوي وادب رجالي ان صح التعبير، فانا ماني مع هذا الموضوع. ولما بنقول ربط التكنولوجيا النساء بالتكنولوجيا او الرجال كمان انا مو هالشيء، لانه نحن زمن التكنولوجيا، نحن هلا بعالم الرقميات والتكنولوجيا، فهي ضروريه للرجل والمراه على حد استواء. طبعا هذا شيء مفروغ منه يعني، وفكره كثير مهمه بانه نحن اليوم لانه كبشر. تكنولوجيا وكانه بدنا نحكي ربطه يعني كحياه بشريه، ولكن نحن ركزنا اليوم بموضوعنا اليوم على النساء كرمال يعني ممكن بفقره قادمه نحكي عن الموضوع. أكيد. كيف يتعاطى مع الرجل مع التكنولوجيا. أكيد. هلا هو زمن التكنولوجيا، فاكيد كثير شيء مهم انه المراه تثبت مقدرتها وامكانياتها بهذا المجال، يعني هذا الامر مفروض. نحن بزمن التكنولوجيا هلا شوي في تعتيم على دور المراه العربيه بهذا المجال. ممكن اذا انت بحثت عن السيدات اللي لهم لمع نجمهم بهذا المجال راح تشوف انه المراه هي نجمه ساطع بالمؤتمرات الدوليه وكل القضايا واللي عم بتصير يعني بموضوع التكنولوجيا والمؤتمرات العلميه، يعني المراه موجوده في كل المجالات. بس للاسف نحن بمجتمعنا ممكن في شويه تعتيم على دور المراه، ممكن في تقصير، يعني مو رح نقول ببعض الدول العربيه، حتى بالدوله الوحده بين مدينه ومدينه في مدن بيكون فيها اسماء بارزه بهذا المجال واسماء معنا موجوده. طبعا هي كثير مهمه، يعني التكنولوجيا هلا نحن كثير بحاجتها للرفاهيه، لزياده الثقافه، لتطوير العمل، لكتير قصص. يعني هو صار يعني شيء بحياتنا بدمنا، انه نحن ما بقى فينا ننفصل عن عالم التكنولوجيا. هي ضروريه لكل شيء. طبعا هي اصبحت ضروره حتميه بكل مجالات الحياه. طبعا هيدا نحن راينا اكيد وراي يزن. رح نعرف اكثر راي الشارع بهيدا الاستطلاع مع زميلتنا ساره سليمان اللي كانت متواجده مع الناس لتاخذ ارائهم بخصوص هيدا الموضوع. خلونا نتابع سوا الاستطلاع القادم وراجعين. علاقتك مع التكنولوجيا متمكنة منها ولا لا؟ يعني إلى حد ما. بتفكري تعملي دورات أو كورسات عن ال؟ طبعا أكيد فكر، بس راح يطور حاله دائما يعني ويسعى دائما لكل شيء جديد. أنا من النوع يلي بيتعامل مع القصة ما بيحتاج حدا. طيب بتفكري تعملي دورات كمبيوتر أو أي شيء له علاقة بالتكنولوجيا؟ عاملة دورات كمبيوتر وبشتغل على الكمبيوتر أنا. الموبايل ايه ممكن ابعت رسائل على الواتس، ممكن احكي هيك دردشة. لا بس يعني شيء بيمشيني باموري بحياتي يعني الحمد لله. احنا كلنا بحاجة هذا الموضوع بشكل ماس جدا. بس المشكلة انه هلا الشخص صار اذا بده يتعلم شيء فبده تكون تكاليف بتسوى كتير تجاه هذا التعلم.
يعني بالموبايلات شوي وهيك شغلات. ايه طيب بتفكري تعملي دورات؟ لا ما عندي، عندي عيلة وأولاد ما خرج. التكنولوجيا كتير مهمة، كتير بتساعدنا بشغلنا، يعني كيف بدي أقول لك، هي مثل حولت العالم لقرية صغيرة اللي بيعرف يستخدمها بالطريقة الصح. يعني فكري تعملي دورات إلى علاقة بالتكنولوجيا بالكمبيوتر، أي شيء ممكن يزيد معلومات؟ طبعا هلا الإنسان لآخر لحظة بحياته لازم يضل بيتعلم، بيعمل دورات، بيطور مهاراته، أكيد يعني دورات ضرورية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية ومثل ما عم تقولي دورات الكمبيوتر، أي شيء بتطور مهارة الإنسان أكيد أنا مع. لا أنا مهندسة وبشتغل منيح بالتكنولوجيا، يعني أكيد لازم يكون عندي. تفكري تعملي دورات مثلا تقوية بأي شيء ممكن يطلع جديد له علاقة بالتكنولوجيا أو له علاقة أكيد أكيد أكيد. حضارة وكله بيخدم، كله بيخدمك بالحياة وبالعمل. مش هاي حالي، يعني تليفون هيك عادي، ما بين أنه مراسلات أصدقاء بس، أما كمبيوتر كذا لا. طيب بتحبي تعملي دورات كمبيوتر أو أي شيء له علاقة بالتكنولوجيا؟ حاليا ما عندي مجال أبدا، لأنه عندي أولاد بمراحل مختلفة، أنا ما عندي مجال أبدا. يعني ممكن اني احكي مع اولادي ورفقاتي احيانا، بس ما كتير، ماني مشغول كتير فيه. طيب بتفكري تعملي دورات الى علاقه بالتكنولوجيا او كمبيوتر او اي شيء تاني؟ ممكن. شو ممكن يضيف لك هذا الشيء؟ ممكن يزيد ثقافتي اكثر، ممكن اكسب معلومات اكثر، ممكن اتعرف على اصدقاء، ممكن هيك يعني ضمن الحدود. يعني بتبري امورك. ايه. طيب بتفكري تعملي دورات كمبيوتر او اي شيء له علاقه بالتكنولوجيا وليش؟ ايه بفكر كمبيوتر، ايه اذا بدي استفيد منه بشغل او شيء. ايه تابعنا مع حضرتك ومشاهدينا هذا الاستطلاع، يعني هون الاراء اختلفت، او ربما يفهم البعض انه هي التكنولوجيا فقط سوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فهم مغلوط، بعيدا جدا عن عالم التكنولوجيا الحقيقي اللي هو متعلق ربما بالحواسيب وطبعا المواقع الاخرى الالكترونيه. بهذا خلينا نقول السياق او بهيدي الاراء اللي سمعتيها استاذه نور، يعني او هذا الاختلاف، كيف فينا فعلا نحدد مفهوم التكنولوجيا سواء كان مهنيا او اجتماعيا، يعني بعيدا عن السوشيال ميديا؟ هلا لاحظنا مع بعض بالتقرير انه في تماما اختلاف، يمكن يرجع الاختلاف للثقافات للبيئات، مثل ما حكيت انا قبل شوي انه نحن ما بس التكنولوجيا رح نقول متاخره في بعض الدول، ممكن بالدوله الواحده باكثر من مدينه، ممكن بالمدينه الواحده باكثر من منطقه، هيدا الشيء بيرجع للثقافه للبيئه للدراسه لكثير قصص. فعدم قدرتنا على تحديد مفهوم التكنولوجيا لما نحن بنطلع بنسال شو هي التكنولوجيا، وبيجينا اكثر من تعريف، بعضها تعريف مقصور وبعضها تعريف وافي. هلا انا بالبدايه بلشت انه نحن نحدد مفهوم التكنولوجيا. هلا هي عباره عن تكنولوجيا اللي هي علم الحرفه او علم التقنيه او علم المقدره، او ممكن تقولي معرفه الاساليب والتقنيات او جوده الاستخدام، فينك التطبيقية بمجالات علم الآلات والتصنيع إلى آخره، أو بتحقيق أهداف البحث العلمي، أنت فينك توظفي هالأساليب وهالتقنيات في البحث العلمي. طبعا أنت لما بدك تنزلي على الشارع رح تقابلي شرائح مختلفة، منها المثقف، ممكن المحدود الثقافي، ممكن العالم، ممكن في عندك كتير شرائح، فكل واحد رح يتلقى السؤال ويفسره على فهمه هو. فناس رح تشوف التكنولوجيا هي بس الموبايل، ناس رح تشوفه اللوح الذكي اللي غنانا عن استخدامات كتيرة، ناس رح تشوفه الحواس، يعني كل حدا حيشوفه، وإلا هي التكنولوجيا بكل مفاصل الحياة موجودة. بالنسبة لي أنا بهذا العمر بهذا المكان بهذا الموقع لما بدي أشتغل بالتكنولوجيا، حاجتي إلى هي اللي بتحدد المسار اللي بدي أمشي فيه. يعني أنا لما بكون ست بيت ممكن استخدمها بالرفاهية بالتواصل بتوسيع ثقافتي، أنا لما بدي أكون موظفة ممكن أشتغلها بمجال عملي، لما بكون باحثة بدي إياها بمجال أكبر. كل ما زاد مجال عملي رح أحتاج لأدوات التكنولوجية أكثر، يعني أنا مؤطرة حسب شغلي أو حسب كمان أنا طموحي كشخص، شو بحب أنا كأنثى أو كذكر أو امرأة أو رجل، فأنا ضمن الإطار والاهتمام هذا الشيء بيرجع إلي أنا اللي بحدد مساري بهذا المجال، أو ربط علاقتي مع التكنولوجيا من خلال عملي او ثقافتي. تماما، يعني الشيء المهم بموضوع ربط النساء بشكل عام، يعني
بالتكنولوجيا هو بانه بيعاتقهم وعلى عاتقهم هن يعني كان من المعلم او من الام او ممكن ذكرتي استاذه فكره كثير مهمه هي بانه المراه تبلش من الاطار الضيق من عائلتها يعني ممكن تستخدم اساليب تكنولوجيا بتعليم اطفالها ضمن المنزل صحيح. باساليب جديده انتقالا الى عملها والى اخره صحيح. طيب اهم الاساليب نحن اللي ممكن اليوم المراه اللي عم تسمعنا ممكن نحن ننصحها بانه تتبعها لحتى فعلا توصل لنتيجه ولا نتائج مهمه بهذا الموضوع. رح نبلش بالقصص الصغيره بتعليم الاطفال، الام اللي بتكون مع اولادها الصغار، يعني نحن لا بنشوف انه لا ما بدنا نخلي اولادنا على الكمبيوتر او على الانترنت بشكل عام، ما بدي احمل ابني موبايل، ما بتشوف حالك غير جبت للطفل موبايل، انت هالموبايل اكيد رح يوفر كثير قصص، بيوفر وقت، يوفر جهد، تقدر مثل عندك انت حامل مخزون ثقافي معك، مخزون علمي، فحيساعدها كثير للام بانها تشوف طرائق عفوا لتقدر تتواصل مع ابنائها او تعلمهم اشياء كثير، يعني انت بدل ما تاخذ وقت اكبر بالحصول على المعلومه عن طريق النت عم تحصل عليها بشكل او باخر افضل. ممكن الام عندها موضوع بدها تنجزه، ممكن يصير في تسليه او ترفيه للولد يعني شغلوا عنا شوي، في كثير قضايا ممكن نحن بس لازم تكون باشراف الام، يعني كمان ما نترك الولد بهي المرحله العمريه الصغيره مع هالالعاب الالكترونيه والقضايا التكنولوجيه اللي هو ما عنده قدره ليتحكم فيها او يتصرف فيها بدون توجيه. ممكن حكينا عن التعليم والترفيه، هلا حتى ب يعني تعليم مهن ممكن الطفل يكون عنده ميول ما تقدر الام تاخذه على مركز ثقافي، ممكن امراه بالريف ما عندهم امكانيه الوصول للمراكز الثقافيه للانديه للكذا، فعن طريق النت كمان ممكن تعلمه الرياضه الفنون المهارات، هي كمان كثير بتفيدها بهي القصه او هي تتعلمها وتعلم ابنها. اكيد هيدي وسائل حياتيه خلينا نقول مساعده اليوم حتى الطبخ كمان حتى بالطبخ فينا تاخذ اشياء وتعلمهم. لكن اذا بدنا نجي على الامور الاكثر عمليه يعني بالحياه، نحن مثل ما بنعرف يعني التوجه كله يعني نحو أكيد. التوجه الرقمي عم نشوف نحن أتمتة الشبكات اليوم بكل المؤسسات وبكل القطاعات، هيدا الشيء ممكن يشجع المرأة أكثر على التعلم على طبعاً. التكنولوجيا وعلى نظام طبعا الشبكات والحواسيب، يعني نحن بنشوف كثير من الصبايا أو السيدات بيقولوا لك بدنا نعمل نحن دورات بمجال الكمبيوتر لحتى نقدر نحن ندخل بمجال سوق العمل طبعاً. فهيدا الموضوع هو مشجع من ناحية عملية، فهيدا الشيء كيف نحن قادرين نشجع فعلا المرأة على اتباع الدورات وخصوصي يعني ممكن تكون هي المرأة عندها التزامات او شغل كتير يعني خلينا نقول باليوم ما في وقت بتقلك انا لحتى اتبع هيدا الدورات، كيف فينا نحن نساعد على هيدا الموضوع؟ بصراحة هيدا الموضوع بتوقع مسؤوليته على اثنين، يعني على المرأة وعلى المجتمع المحلي او حتى المجتمع الحكومي. المرأة اول شيء لازم يكون عندها المام بمقدراتها وبطموحاته وهي شو بدها، أنا بقديش حابة أوصل لوين، الفرص العمل حتى بأبسط المجالات، أنت إذا بدك تتعلمي خياطة، بدك تتعلمي كوافير، أي شيء، هلأ صار في كتير عنا شغلات الأونلاين بتصير بتوصل يعني بتوصل شغلك وشغلاتك لمطارح تانية، فأنت أول شيء كوني قادرة تلمي بذاتك، تعرفي أنت شو بدك ولوين رح توصلي، من خلال هيدي النقطة بتقدر المرأة، المجتمع المحلي أو الحكومي لما بتعمل مشاريع أو بتدعم المرأة بمشاريع بالمؤتمرات بتقدم لها منح بتوسع لها آفاق، حتى الدورات عم تتطلب منا اللي عم تتطلب منا وقت ممكن تعملها أونلاين يعني يكون بطريقة أو بأخرى تخضع لها، فهالتسهيلات هيدي بتساعد المرأة لتطور معارفها بالتكنولوجيا وبهالقضايا. صحيح. ممكن كمان أستاذة في جزئية وفي شريحة كتير كبيرة خلينا نقول هي رافضة لموضوع انه هي يعني تمشي مع الموجة، خلينا نقول كما ان صح التعبير يعني كلاسيكيين شوي تماما، هي العقلية اللي اكثريتنا ممكن نعرفها هي العقلية شوي القديمة بنقول عنها ده قديمة. شو نصيحتك لانه انه هيك ينفضوا غبار هي العقلية القديمة لانه الموضوع مهم جدا ان كان رجال او حتى نساء يعني؟ اكيد نحن بحاجه انه نواكب العصر، يعني كل شيء عم يتطور، يعني هلا نحن في يمكن بنحن شوي للشغلات الكلاسيكيه لما بنكون رومانسيين وعاطفيين، هلا انا اكثر الاشخاص اللي بحب التعامل مع الورقيات، بس انا اسهل لي اتعامل مع اللابتوب او مع الموبايل، يعني انا بكتب المقاله او القصه او الشعر بكتبه بحس بملمس الورق بيعطيني احساس كثير جميل، بس اكيد لما بمسك وبكتب ببعث فورا للمجله او لاي مطرح ثاني فانا اختصرت وقته وجهده تماما. ممكن هون استاذ يكون في دمج ما بين انه الشيء اللي ماضي والكلاسيكي وما بين المتطور. طبعا هلا انا كثير بشتغل هيك، يمكن هذا الموضوع
يعني في حميمية مثل ما حكينا القضايا الكلاسيكية، بس أنت مضطر بشكل أو بآخر تواكب العصر. العصر كله تغير، فأنت بدك تماشي القصص الموجودة، وإلا أنت بتعيش بزمن منفصل عن زمن الحالي. تماماً. بدك يكون تعمل قوقعة على نفسك، ما بتقدر. يعني أنت حتى هلا إذا بتشوف صديق لإلك، أنت قطعت شوط كبير بالعلم وبالثقافة، أكيد بتحبه وبتضل في شيء عاطفي بيناتكم، بس ما كتير رح يكون في تلاقي بالأفكار. صار عندك تطور بأفكارك، هو ثبت أفكاره على شيء معين. فهيك كمان بالحياة وبفرص الحياة، الإنسان لازم يضل مستمر، طموحه وشغله وعمله وعلمه، يعني لازم يكون في استمرارية، ما يوقف عند حد معين. تماما، هيدي الاستمرارية تواكب طبعا كل التغيرات والتطورات اللي نحن عم نعيشها. لهيك دائما استاذة نور، إذا بتتوجهي خلينا نقول بالجامعة، يعني اليوم بنعرف يعني الصبايا بالجامعة حتى كمان بسن معين أو بمرحلة عمرية معينة ممكن يكون هن في متاهة أو ضياع ربما أو تشتت حتى ذهني ما بين الاعتماد على التكنولوجيا أو الاعتماد على مثل ما ذكرنا الأمور التقليدية أو الكلاسيكية، فكيف دائما بتشجعي على هذا الموضوع؟ هلا انا بحكي عن تجربتي انا، يعني انا رجعت بعد سنين وكفيت بالدراسات الى اخره، فبالبدايه كنت اعتمد على ابني طالب هندسه انه اي شيء بدي اشتغله بالتقنيات وكذا بدي ابعت او على زوجي او على بنتي. بعدين حسيت انه الموضوع كثير مسيء انا حتى الي، انه لا لازم انا اللي اعرف، انا اللي لازم اكتب. ما بيعتمد الموضوع بس انك تعرفي تشتغلي على اللابتوب او تعرفي تكتبي، صرتي بدك تعرفي برامج، بدي نسق بحث طبعاً. بدي يعني صير انت عندك فضول انه انا ما بدي اكون بحاجه حدا، بدي اختصر الوقت. حتى من الناحيه الماديه انت لما بصير بتشتغلي لحالك ما بحاجة تلجأي لمكتبات، أنا بكتب بحثي بإيدي، بشتغل بإيدي. فهي القصص هيدي بتحسي أنت طورتي معارفك. فلا كل شاب وصبية يعني هيدي صارت أصلا يعني من البديهيات أنه يكون ملم إلى حد جيد، مو أنه قليل، لحد جيد بأنه هو بهي التفاصيل اللي يشتغل على بحثه، اللي يشتغل على مسيرته العلمية. تماماً. هلا هون بدي أسألكم أنا سؤال نادين والأستاذة. دائماً النساء عندهم متعة التسوق، واللي هو متعة كتير كبيرة بأنه تعمل هالكياس وتنزل على السوق تعبي الكياس وإلى آخره. هاي سعادة وليس سعادة متعة. كبيرة. طيب اليوم نحن ممكن من خلال التكنولوجيا أنه نحصل على أي شيء بدنا إياه بكبسة زر وبتصفح. طيب صحيح. هل التكنولوجيا ممكن أنه خلينا نفقد بعض المتعة من بعض الأمور؟ التسوق تحديداً حلو أنك تروح أنت. أنا تماماً. في أشياء ممكن أنه أنا كتير من الأشخاص اللي بحب أختار أشيائي بنفسي، هي بتعطيك فكرة، انت بتعرف ما في، صاروا كل المطارح والمحلات عم تعمل صفحات لنفسها، الماركات والمحلات وهيك عم بيحطوا صفحات لإلهم، فانت ممكن من خلال نت تعرف شو عندهم، بس متعة انك تنزل على السوق تسوي هيدي متعه. يعني كمان نفس السؤال، بتحبي مثلا تشتري على الاونلاين ولا هلا ممكن يكون في اونلاين اذا كان في اماكن بعيده؟ نحن هيدا الشيء ما بننكره كمان استاذه نور، ممكن نحن نوصي اذا كان في اماكن بعيده واسواق بعيده، لكن المتعه الكبيره مثل ما ذكرت هي نزلت الأسواق والتلامس المباشر يمكن مع المواد. لهيك إذا يعني بدنا نحكي غير التسويق أو التسوق، إذا بدنا نحكي عن موضوع كمان كتير مهم هو العمل الإلكتروني اليوم أو العمل التكنولوجي. يعني في كتير نحن نشوف يعني البعض أو بعض الفتيات أنه في فرص عمل من خلال أيضا المواقع الإلكترونية. هيدا الموضوع كمان بتشجع عليه أنه ممكن يكون تكون جهات موثوقة، لأنه هلأ كتير منشوف ناس أمنت شغل عن طريق النت، ناس قدمت شغلها قدرت توصل لناس أكبر، وناس تشتغل عن طريق أيضا النت والمواقع الإلكترونية. فهي فرصة جيدة وخاصة بهي الظروف اللي نحن فيها، يعني ما بدنا ننكر نحن أنه بظروف صعبة كتير فالشاب والصبية عم يدرسوا يشتغلوا، فالنت عم يتيح لهم هاي الفرصة، عم بيساعدهم انه ما هم مضطرين يكونوا موجودين بموقع عمل ملزمين فيه، فهنن بيقدروا يقوموا بهالقضايا كلها من هنن عن اللابتوب وكذا. فهذا الموضوع بلاحظ كثير. طبعا اذا كانت الظروف متاحه يعني موجوده كل الادوات والمستلزمات الخاصه بالعمليه صحيح. التكنولوجيه. هون كمان يعني خلينا هيك كسؤال خلينا نقول شامل للجميع الحوار صحيح. نحن دائما في عنا الاستخدام الصحيح والاستخدام الخاطئ صحيح. في عنا الاستخدام بأي شيء بالحياة، في شيء ممكن نستخدمه بطريقة سلبية ممكن نستخدمه بطريقة صحيحة. شو هي أوجه الاختلاف خلينا نقول ما بين الاستخدام الصحيح التشابه، الاختلاف والتشابه بين الصحيح والخاطئ؟ هلا اكيد بلا شك حكينا انه التكنولوجيا هي اهم شيء، انه عم تعطينا كميه كثير من المعلومات اللي نحن ما بنقدر نوصل لها بحيزنا الضيق. صار عندنا افق
مفتوح قدامنا، عم نوسع ثقافتنا، عم بيصير في تواصل. نحن كمان جانب التواصل كتير مهم مع الناس اللي بعيدة عننا، من خلال مع الناس اللي بيهمنا نلتقي معهم فكريا وعلميا إلى آخره. عم نفتح سوق عمل تماماً. عم بيصير عنا توفير للوقت، في ترفيه، في كتير قضايا. هي أكتر كل اللي بيستخدموا الشبكات ممكن يمروا بهاي القصص، ولكن هون بقى بنروح على الأشياء السلبية. هلأ أهم شيء أنه عم تبعدنا عن بعض، نحن اللي بأرض الواقع بعيدا عن العوالم الافتراضية والفضاءات الزرقاء والصفراء وإلى آخره. فنحن بعلاقاتنا الاجتماعية شوي صرنا مقصرين مع بعض على ما يبدو، عم ننشغل بالتكنولوجيا وبالنت وإلى آخره، عم نكتفي بالمعايدات على شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة إلى آخره. فهي شوي عم تعمل فتور بالعلاقات الاجتماعية، عم نعتمد. هلأ ممكن أنت شخص تشوفه ما تحس حالك انك صدق ما زمان مشروع، انا انت عم بتشوفه دائما بشكل متواصل على النت وعم تحكوا مع بعض على النت، هي سلبيه وايجابيه بنفس الوقت انه انتم عم تتواصلوا، بس هي فعلا لا، نحن بحاجه هذا التواصل واللقاء. هلا حتى صحيا يعني البقاء لاوقات طويله والتعامل مع الشبكات الانترنت الى اخره كمان بياثر على نظرنا على كثير قصص. كمان مش شوي بنصير نتكاسل، يعني الكسل بنصير نحن ملتزمين اكثر بحال كان هو التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. فعلا بصيبنا كسل، لكن ممكن بجهه ثانيه استاذه انه يكون بالتعامل مع تقنيات حديثه ان كان بشغل او عمل ممكن يعني يصير المهمه اسهل، اسرع واسهل أسهل طبعا، ولكن مثل ما قلتي صيبنا يعني انه خلص نحن ما عاد لنا شغله، إيه نتكل عليها اكثر انه الاله عم تاخذ دورنا. يعني انه صار في شيء، يعني هل انت فينك تاخذ القهوه من آلة الكبس وفيك تغليها وتستمتع فيها وكذا، يعني انه كل شيء له نكهته وحسب انت ووقتك ورغبتك. مثل ما بنعرف اذا هو سلاح ذو حدين باي شيء بالحياه، الجيد باي شيء بالحياه. صحيح نحن كيف قادرين نستخدم الامور ومستلزمات الحياه بشكل صحيح نحن قادرين نوصل للي بدنا اياه. لهيك بدنا من حضرتك نصائح حول الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا سواء للجنسين. اليوم ما رح نخصص ابدا هلا باخر فقره للنساء فقط، استخدام الصحيح مجالاته بالحياة، ونحن فعلا كيف قادرين انه يعني نواكب التكنولوجيا بما فعلا يستلزم مستلزمات العصر. هلا قد ما بنقدر لازم يكون في عنا تنظيم لاي شيء بالحياة. هلا نحن مشكلتنا مضغوطين بالوقت دائما، وخاصة اللي بيكون عندهم طموحات. ايوه الظروف تماما حواليك، الكهرباء الكذا كذا، يعني الظروف المادية حتى، يعني هلا في ناس كثير عم تسمع لك طب اوكي نحن عندنا الادوات لكن ما في شيء تماما. الكهرباء كثير عم تلعب معنا دور كثير كثير سيء، حتى ضعف الشبكات الانترنت كمان عم يلعب معنا كثير دور سيء. فرح نحكي بالظروف يعني المقبولة كذا الى اخره. شوية تنظيم للوقت، تخصيص وقت للعائلة، تخصيص وقت للذات، يعني انت كمان ذاتك هيك حلو انه تعطيها وقت. طبعا لازم تواكب التكنولوجيا، والا مثل ما قلنا انت بتخرج من هذا الزمن ما بتكون بتضل بقوقعة معينة. بدك مش انت اذا قعدت مع ناس تقدر تناقش معهم بنفس السوية انه انت مانك منفصل عنهم، وحتى كمان لا توفر وقتك جهدك تفتح مجال وافاق للعمل للحوار لاي شيء. فنحن بحاجة امي البعيد عن التكنولوجيا خلينا نقول هلا بتوقع في هذا الزمن، يعني اصغر حدا بالدنيا صار بيعرف يشتغل على الموبايل اللي هو وسيلة، يعني امية معنا امية الكل. هلا بشوف الولد الصغير بيعرف برامج وبيشتغل إلى آخره. بس نحن ما هي التكنولوجيا بس هيدا الموبايل، في عنا كتير قصص لازم نعرف نشتغلها ونعمل عليها. بس مفروض نوصل لمرحلة نصير نحن أكثر يعني مرونة وانفتاح بهذه القضايا. فعلا شكرا كثير لك استاذة، فعلا كانت يعني موضوع شائك مثل ما بيقولوا، لازم الواحد يبحر فيه كثير. فبنتمنى فعلا من كل الاشخاص اللي حاليا عم يشوفونا وعم يسمعونا انه دائما يكون في عندهم هذا التطور العقلي بالبداية لحتى يكون في على ارض الواقع انعكاس جميل. الكاتبه والشاعره نور نديم عمران شكرا كثير لك، شكرا كثير لتواجدك معنا اغنيتي صباحنا لليوم بهي المعلومات المهمه. صباح الخير لكم، صباح الخير لكل القادرين يبتسموا بكل هالظروف اللي نحن عايشينها ان شاء الله. شكرا كثير لك استاذه نور، بالتوفيق وبانتظار جديدك طبعا بدواوينك الشعريه. هذا ان شاء الله قريبا اخر طبعا من مجالات حياتك، بالتوفيق لك قريبا. شكرا كثير لحضرتك.